to Kovan or Mosane, the Babada, to Kovatoto, Silal was Rio, Muslims Committee, Katandai, Bola Horker, Bakudirla, on slave, he made the high, and in Taganda, Mushadana Tavaria, Gurimin, Gorosia, Siamahe, Wagole, Metelashak, Wagule Bushu. وكي العدة نقطع هو شعب مسؤولية للصومال لان ومن مالك ستوي دي قادة للصومال لان يقوم اللذة دلوك تشوفها وحي أرقتياها حكومي قاة الله حسب يضعا وحكمي يسام مدن أرقتياها مجتمع وحي الله وضع صعوناية تنبرتين لان شوقتها نحن نبع النضعا يوصومال لان شعب كيفما حالة تردي في يدين لقد هوريي لمن كان عصتا وكتاب قعنت كسر يا سيشعب كل رقبتين لهاي إنه شعب في كوكب وعسكو دارسنا يعني إنه معيشة دكعية وعسكو دارسنا يعني إنه فرنك شعب كوكو قارية يا وعسكو دارسنا يعني تريمو يدب أي كجلا يا مجتمع الصومال عدوا دارتي كتاب كوم الثنوين لا ساك واحد قبي أشندها إلا جابه الرئيسيو ورنولش البرشادة ما دامه وكيل الذي شعب كان معي محاطة غبانية إلا نكو صادر شرعيا وحا مسؤولية دا قبي وحكومة دي ووزيركي قناعسنا ساكا واحا هاي إن قد جوكتا دا يشد دوه وزيركا ويارا هدا يدعي ويدالي نقولو بسوه قول جوجيو ومسؤولية دا رديسا يبيج بغلو بصنا هيركا اي كبا حيصو معيشاد وفراحا بريتون أنا واحد عجيزة إن لسكو دار صدا إن من دي سوق لسكو دحين واحد قبل قدهم حير فودينيا حير تو أليفيا حير سيستينيا حير سبنتين كان ماشي قوي حلو يا الله واحد كم يسام بدل مجتمع الصومالي الآن عاصمة دارنا يبدي ولا ياشي بويدو هو دامنا يحكي عاصمة دارنا يدد كذي مساكين تعال الله يحين تكتاب إلى حين لسوق عليه وارأينو عنا حكم قبلنا وارأينو كوك عليه ساك كوا صورته إني أدي حكومة مشتعين الصوم إني تشمل كم كتير أبا إلى سوق سوق قطان هو وزير وأرين تاك هون قرا هو بدأ حويله هو قصر رأي ولا لو حلاه دور تلو رش شعب هاي تم ما قبل قوله هاي وعن سلا يا حي أشوف ضياش البنت اللي تجيبوا دكنا نرش شعب هاي بعدين لو عندي مسؤولية الله هاي لكبتاي قدوم يشوف قدوم هاي بريطانيا ما هو يعني حان سدريم كنا إمبركين أنا أقول إنك غنيم إيه شرف الله إيش كنا رندوني يدو كله عندي سكنة كبيرة بكا وأنا أصلا يعني تام دو ده راجع ده هو كده شو ده نجاح إن كلك دوانا شهر أكتيها أخلاقيات كأنه كل عارف فربنا دحين واحد تام كان كي ما دو سيد الشعبينا إيش ومارجع فهيها أساس جا عقمات كورشيد فيها هي من البلاد بأهود المغفى بان السلام مدى أيها القوانين يشروع نرشد واحتروا له بأهود المغفى بان عانا جرى حيار المقن وإتبيا قوان لتفقين وقشقين تودا يخبان يوكو يال حيار المغفى القبوغي وانا جدها انكو جرين ونرشد سيدو تابانس وانكو بدوني أفيسا كشيوان اللوضع وحيار العقاب تكودي وكبدي هاي iyey madani ku kuno qol maayo dhaafiga dina kala hadaan oo dugo mudanaya ee si ay naan u noqon ansixiyaal iyo suugayaal diyaarsan una diyaarsan kolba xeer jidid dabada ku fiixis xarigna xajib shariya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya oo sal waxdu gudnimadeena in ka badan 30 sanadood ayaa soddon xeer uu si cad u baxay sameeyay صدق أحيانا الله باتن كبير هو مقيم أجل ده أنكم مجران لو قد كان يكفر في يور هي فريسان لي يدرين كي كده قولها نايلة وحا موقتا كان حيارة شاعدة ينقاها لينا ينقود ولا قدون يا واي نغا ومتى كنت في مجباهي ذو واي نغا حيارة شاسنة سيدوه ينالو شدتك بطابنا إن موشن لغو كينو يمي أجل ده لغو صدرو ينقل شاهل لغو تسلام وبرالو جنيا مضان ياشا شرفت لي يقول حيرة شانسة تحكم إلى داس وقعت وحكم إلى حيرة عافمات القرق لما حيو ما سمى يسنان
dadkii dalku ay u baxay waxaa laga yaabaa qofku u shaqada uu yihiin uu geeriyoodo waxaa ka mid a xeerka ciidanka qaranka nimanka ay soo jeeda xeer malax dareenkeeda iyo dibiirkeena u sheegno inay mas-uuliyaddaasina saaran tahay baan soo jeedinaya waxaa kale oo ka mid a xeerka guur jira rubuc qarni bay fadhiyeen mudanayaashaas iyagoo door niman nabadgelyada iyo daldhiskii dalka banku lahaa doorashadoodu way soo dhowdah waxay nooga qorshaan waxay nooga meelayaan xulashay ku imanayaan ma doorashay ku imanayaan waxaasoo dhan baa isweydiin u baaxa mudanaya waxaa jirtaa golaha deegaanka ee magaalada hargeysa waxaa timiday dhallinyaro sidaa filayo u baahan inaynu ku taageerno wixii xeerara xeerka caasimada qaranka waa muhiim intaa markaan ka imaado ajendaha kusoo noqo waan ku laabanayaa mudane guddoomiye aad u mahadsan baahida shacabka soomaaliland goob kasta iyo geed kasta iyo meel kastaa ku noolaada waa isku duruuf ceshadooda inaynu ka hadalno oo golahan golihii shacabka iyo ummadda noqdo barta ballanta xeerkii shaqaalaha ee mudanayaasha ka hadlay in ajendahan uu ka muuqdo waan soo jeedinaya waxa kale oon idinku adkeynayaa idinka codsanayaa in aynu hoos u eegno xeerarka mudnaanta kuwaad leh oo aynu ku wada shaqeyno sidii mooshiina mulkiini lahay ilaahay mahadi weeye in xildhibaanada iyo shaqaale weynihii golaha wakiiladu ay fasaxii ka bacdi ay si nabadgelyaha dhammaantood ay ugu soo noqdaan golihii iyagoo wax dhibaana jirin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin intaa markaa ka gudba guddoomiye sidaad shalata noo sheegtay ama xildhibaanada barhkoodba ay tilmaameen ajadahan hor yaalla waa kii business comitigu ay iyo shirgudoonku ay isla soo karteen iqtisaasaadkoodana ahayd alxamdulilah sida la wada sheega ama xildhibaanada barhkooda ka tilmaameen ayaan fikrad ahaan ku waafaqsanahay laakiin aniga si kale igula yaro muuqataa waxay igula muuqataa ajandahan malaa dhib kama jiro waana la isku waafaqsan yahay shii hadalkuna usoo koobnaado nuuc howlo badanna maadaama ayna sugayaan malaa waxay ku fiicnay shir guddoomiye ama shir guddoon in loo soo bandhigo ajandahan inta halkan ku qoran yaa wax ku kordhinaya ina su-aasha sidaa loo soo bandhigo marka xildhibaankii sida hadda xeerka shaqaalaha uu xildhibaan cabdikariim iyo cabdillaahi yuusuf iyo xildhibaan cabdinaasir qodax saddex qodoboo kale ku soo kordhiyay haddayse ka dhig noqoto mar haddii dhibeyd laga sameeyo waxa weeye ama gacantaagu may noqonaysaa ama waa loo fawtoon karaynaya haddii laa ka dhigo laakiin wixii lagu soo kordhinayo sidaad adigu shalay tilmaantay ayay ku fiicnay qofkii ahaya qodob ajadahan ka dheeraad ku noqonaya oo lagu soo diray inuu gacanta taago marka loo yimaado waqtigeedana xildhibaanada kale ay ku taageeraan in lagu dari karo iyo in kale laakiin dee maantoon inaan ku soo celceliyo secondid kii hore wacaynkan malaa waqtigay xoogaa ina ka yara qaadanaysaa intaasuma ku soo kordhin lahaa wixii kale soo kordha marka ma xidhna ajendahu ama wixii kale laga maarmi waaya ama wixii xale xaalada inagu soo kordha amaba dee wada shaqeynba ka dhexaysa golayaasha dowladda haday tahay fulinta iyo sharcijeedinteena oo golaha baarlamaanka ah wixii kale soo kordha oo ay ku jiraan weliba xeerarka madaxweynuhu soo celiyey xeerka shaqaaluhu ku jiro waxay soo gelayaan maan isleeyahay fikradda ah wixii kale soo kordha taas taa weeye oo waxaan taagarsanahay ajendayaashan waxaan ugu dambeyn soo jeedinayaa warbixinta shirgudoonka warbixinta ay guddiyada soo diyaariyeen guddiyadu muddada way shaqaynayeen guddi kastaana xaaladaha kala duwan bay qiimeyn ku haysaa guddiyada arrimaha dibadda arrimaha gudaaxa dhaqaalaha caafimaadka cadaaladda iyo guddiyada kale jiraaba sidaa ogeed waxay noo soo bixi doonaa qiimeyngu oo dee xaaladda dalka ah taana waxaan isleeyahay maadaama gulub yahay golahii shacbigu soo doortay inaynu taana u gub yeelano hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.